وهذا اللي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما يحاربها، يعني لأن السلطة فيها نوع من الخيلاء، فيها إمارة، فيها كذا. على أي حال يعني هذا ليس مجالها. فأصبحت هناك يعني تناغم بيني وبين الصحفيين. أنا أذكر أنه في واحد صحفي كان يعني يكتب كاريكاتير في الجريدة، ما أدري هي في الرياض هي في الجزيرة اللهم أعلم، أعطانا يعني زي ما تقول صورة كاريكاتيرية بالمرة في العظم. اتصلته بالتلفون أكلمه وأقول له يعني أشكره على هالكلام، ما صدق إني أنا مدير عام المرور. قلت له أنا فلان يعني عبد القادر كمان مدير عام. قال ما أنا ما صدق إنك، قلت صاحب كلم سنترال، هذا رقم سنترال شوف. قال لي والله ما صدق يسبونه. قلت له يا أخي المرور ما هو شركة لي أنا، المرور أنت وأنا وكلنا سوا في المرور. على أي حال أنا بدأت إني أنا أرد، وبدأت يعني زي ما تقول أصنع من نفسي كويتي، لا أقول كاتب، كويتي بدأت الكتابة أو يعني محاول أني أكون كويتي. فصرت يعني طبعا أرد ما هو يعني بعملية رد شنيع.